تاك علمي لا ضربات دون لو بلون. هاد باش نتعامل انا مع المتجه مع لي كوردوني ديال الوقت كيفاش نقدر نجبد المنتصف فعلين. الفقره الاولى اخوتي الفيكتور، اما الفقره اخوتي الثالثه فقره غتكون خاصه بالبوزيسيون غولاتيف ده مع الفيكتور الجاي. ولكن لاحظ هنا الفيكتور كاين في واحد الغوبير اورتونورمي الى اس 1 اس 2 زائد ما يسمى بالديتيرمينو ديال اي دي تما 1 في 9 ناقص دي ا بي سي. كما كنكون لقيت المعادله ديالي ديال الدلتا بكل اختصار تنتمي الى ا بي، مثلا هي ا اكس زائد مثلا بي اي، تنقولوا عليه تلميذ مجتهد كيضرب تمارات يعاود يعاود. وهذا الشيء باش زوين لي فيديو راه نقدر نعاود الفيديو حتى 10 المرات، راه غيكون عندك الرياضيات عندها معامل كبير هي السبب في النجاح ديالك وفي كل شيء. يعني من دابا ندير عيني على واحد المدرسه ولا واحد الخدمه مقام يبغي يشوف غير فرحه والديه في اخر السنه بي، راه معول عليكم ان شاء الله انك تفرحهم. هذا هو الوقت ديال الجهد وهذا هو الوقت ديال لاطاك. السلام خوتي دريس دوت كوم، فيديو ان شاء الله فيديو ديالنا اللي ما شاء الله مع درس جديد من دروس الرياضيات ديال جدع مشترك علمي لا ضربات دون لو بلون. هذا الدرس ديال المستقيم في المستوى هو الدرس اللي كيدوزوا الاغلبيه ديال التلاميذ في الفرد الثاني الدوره الاولى. هو درس من اسهل الدروس اللي عندكم هذه السنه هذه في الماده ديال الرياضيات. اغلب المعلومات اللي غادي نقراو في هذا الدرس هذا ديال لا ضربات دون لو بلون هما معلومات كنا قريناهم السنه الماضيه. كيفاش نتعامل انا مع المتجهات مع لي كوردوني ديال واحد النقطه الاحداثيات ديال ديك النقطه، كيفاش نقدر نجبد المنتصف ديال ديك المتجهه. باقي كاين شي معلومات جدادين فقط في هذا الدرس هذا اللي غيكونوا مخصصين فقط بالنسبه لا دغوات، بعد لي زيكواسيون بعد لي غوبريزونطاسيون اللي خاصين بالدروات اللي غنديطايو ان شاء الله مزيان في هذا لا فيديو هذا. ها هو اخوتي الدرس ديالنا نقسموه على جوج ديال لي فيديو. الفيديو رقم واحد اللي هو هذا لا فيديو هذا غنديروا فيه شرح شامل الدرس كامل بالفقرات خمسه ديالو، وغنديروا كل فقره غنديروا لا تمرين ولا مثال ديالها. هذا يكون اخوتي الفيديو الثاني ان شاء الله اللي غيكون فقط خاص تصحيح فروض خاصين فقط بلا دروات دون لو بلون. غنجمع اخوتي مجموعه ديال الفروض وغنديروا التصحيح ديالهم ان شاء الله في البارتيه الثانيه. كما قلت اخوتي الدرس ديالنا فيه فقط خمسه ديال الفقرات ساهلين. الفقره الاولى اخوتي اللي هي الفقره ديال غوبير دون لو بلون، الفقره الثانيه هي اخوتي الفقره ديال كونديسيون ديال كولينياريتي ديال دو فيكتور، اما الفقره اخوتي الثالثه فغتكون خاصه فقط بليكواسيون كارتيزيان ديال واحد لا دغوات، والفقره الرابعه اخوتي الغوبريزونطاسيون باراميتريك، واخر فقره غتكون خاصه بالبوزيسيون غولاتيف ديال دو دغوات. وكما قلت اخوتي في الفقره الاولى غنخصوها فقط بالنسبه للغوبير انواع ديال لي غوبير اللي كاينين عندنا وكيفاش كنجبدوا حنا لي كوردوني ديال واحد بوان ديال واحد فيكتور المنتصف. ولكن اول حاجه وهذه كناكد عليها بزاف لانها اول فقره غيبدا بها الاستاذ وكاع الاساتذه كيطيبوا هذه الفقره مزيان ديال لي غوبير اللي كاينين. هما اخوتي ربعه ديال لي غوبير خصني نكون ضابطهم مزيان، ربعه ديال الحالات ضروري غيبدا معايا بهم الاستاذ في الاول ديال الدرس ديالنا. اذا كما قلنا اخوتي نبداو بالفقره الاولى واللي هي الفقره ديال غوبير اللي غنديو فيها اخوتي على الغوبير دون لو بلون او ما يسمى بالمعلم في المستوى. إذا أخوتي كما قلنا غادي نبداو مع الحالات ديال لي غوبير أو المعالم اللي عندنا. عندنا أربعة ديال الحالات. الحالة رقم واحد عندي واحد الغوبير لي سونتخ ديالو هو أو، وهنا غنقول لك بأنه الأنواع ديال لي غوبير فيهم ليا واحد دو فيكتور اللي هما لي فيكتور دو باز إي و جي. هذوك المتجهات ديال المعلم ديالي إي و جي هما اللي غيحددوا ليا شنو هو النوع ديال الغوبير اللي أنا عندي نهار الإمتحان. ياسر أخوتي أنا عندنا ديما هاد الغوبير الحالة رقم ثلاثة، ولكن في الأول نشرحوا شنو هي الحالة الواحد والحالة الثانية. بالنسبة أخوتي الحالة الأولى وهي الحالة ديال ديك لا باز إي مع لا باز. إذا كانوا عندي أخوتي دوك جوج حالات اللي هي ديال الفيكتور إي والفيكتور جي متعامدين، يعني ها الفيكتور اي عندي هنايا متعامده مع لاباز الثانيه اللي هي لاباز ديال الفيكتور جي. ولكن لاحظ هنا واحد الملاحظه انهما هما متعامدين، الفيكتور اي متعامده مع الفيكتور جي، ولكن لاحظ هنا الفيكتور اي قداش وهنا عندي الفيكتور جي قداش، يعني هما متعامدين ولكن كيبان لي انه لا نورم ديال ديك الفيكتور اي المنظم ديال ديك المتجهه اي ما كيساويش ليا المنظم ديال المتجهه جي، مختلفين في المنظم ديالهم. هما متعامدين ولكن ما متساويينش في لا ديستونس. هذا الغوبير هذا كنسميوه بغوبير اورتوغونال. اورتوغونال حيت هما متعامدين اورتوغونال ولكن ما متقايسينش في لا نورمي ديالهم او في المنظم ديالهم. اذا كما قلنا هذا الحاله الاولى غنسميوه بغوبير اورتوغونال. مره اختي دابا الحاله الثانيه كيبان لي عاوتاني عندي عاوتاني واحد المعلم كما قلنا كيتكون ليا من جوج ديال المحاور، عندنا المحور او اكس والمحور او ايكغيك. دابا لاحظ لي واحد القضيه، دابا غنديرهم اخوتي قد قد. ها انت لاحظ لي لا نورم ديال فيكتور اي راه كيساوي ليا لا نورم ديال فيكتور جي قد قد، ولكن شوف لي الفرق فين كاين، انهم هما متقايسين المسافه او المنظم ديال اي راه كيساوي ليا المنظم ديال جي راهم قد قد، ولكن كيبان لي انه الاي راه ما متعامدش ليا في الحاله هذه مع الفيكتور جي، كيبانوا لي هما قد قد ولكن ما متعامدينش ماشي بيربونديكولير على بعضياتهم. اذا هذا الغوبير هذا غنسميوه غوبير نورمي، اختلف على الغوبير الاولاني. الغوبير الاولاني متعامدين ولكن ما متقايسينش كنسميوه غوبير اورتوغونال، بينما الا كانوا متقايسين وما متعامدينش كنسميوه غوبير نورمي. ارى لي اخوتي الحاله الثالثه اللي غتكون جامعه ليا الحاله الاولى مع الحاله الثانيه، يعني غيكونوا متعامدين وغيكونوا في نفس الوقت متقايسين. هذا الغوبير هذا كنسميوه غوبير اورتونورمي لانه جامع ليا الحاله ديال اورتوغونال مع الحاله ديال نورمي، كنسميوه غوبير اورتونورمي. اذا كما قلنا اخوتي غتكون عندي في هذه الحاله هذه لاباز اي راه متعامده مع لاباز جي، زائد انه المنظم ديال لاباز اي راه كيساوي ليا المنظم ديال لاباز جي، يعني هما راهم متعامدين لو دو فيكتور، زائد انه المنظم ديال اي راه كيساوي المنظم
ديال الجي. كما قلنا هذه الحاله اخوتي هو الغوبير اورتونورمي. اما اخر حاله اخوتي غيكون عندي ما هما متعامدين ما هما متقايسين. عندي مثلا واحد فيكتور اي مثلا قد هكا وعندي الفيكتور جي مثلا اكثر منها وما هما متعامدين ما هما متقايسين غنسميوه غوبير دي بلون. يعني غير واحد المعلم في المستوى غوبير دي بلون. نقدروا نقول عليه انه غوبير كيلكون يعني معلم كل مكان بغى يكون. دابا شوف المعالم بربعه اخوتي باش ان شاء الله نهار القسم نشارك فيهم مزيان. نقول الاستاذ بانه كاين ربعه ديال المعالم استاذ عندنا. المعلم الاولاني كنسميوه معلم اورتوغونال. اورتوغونال يعني هما راهم متعامدين ولكن ما متقايسينش. دوك لي باز راهم متعامدين ولكن ما متقايسينش في لا نورمي ديالهم. يعني ماشي قد قد. في الحاله الثانيه كيكونوا متقايسين ولكن ما متعامدينش. هذا كنسميوه غوبير نورمي. ملي كتكون جامعه ليا الحاله الاولى مع الحاله الثانيه كيكونوا يعني متقايسين ومتعامدين كنسميوه غوبير اورتونورمي. وهذا هو الغوبير اخوتي اللي تخدموا به حنا في التمارين وتخدموا به في الدرس ديالنا. هو هذا الغوبير هذا ملي بقى يقول لي الاستاذ غوبير اورتونورمي غنفهم اوتوماتيكمون بانهم لي باز اي و جي راهم متعامدين ومتقايسين. والغوبير كيلكو اخوتي هو غوبير ما هما متعامدين ما هما متقايسين. راه دابا اخوتي ندويو على الغوبير ديالنا كما قلنا اللي غنخدموا به في الدرس ديالنا اللي هو الغوبير اورتونورمي. نخدموا به باش نتعلموا نجبدوا في هذا الغوبير هذا كيفاش نجبدوا لي كوردوني ديال واحد البوان كيفاش نجبدوا الفيكتور ا بي كيفاش نجبدوا الميليو ديال الفيكتور او الميليو اخوتي ديال واحد السيغمون كيلكو. نبداو مثلا مع الغوبير ديالنا. غنتخيلوا مثلا عندنا مثلا واحد الغوبير اورتونورمي مثلا هو هذا. الا خدينا اخوتي هنا مثلا واحد البوان مثلا من هذا الغوبير هذا مثلا البوان مثلا ام. هذه مثلا اخوتي واحد البوان هنا مثلا نسميه مثلا بوان ام. عندي هنا ما يسمى بالافاصيل ديال ديك البوان ام او لابسيس ديالها. في الجهه الاخرى اخوتي تيكون عندي لوغدوني ديالها او الاراتيب ديالها. افاصيل ديالها مثلا نقولوا مثلا هما الاكس ام هو هذه المسافه هذه بينما الاراتيب ديالها اخوتي غنسميوه مثلا بالايكغ ام او هذا لا ديستانس اللي عندي من هنا. اذا اي بوان كاين في واحد الغوبير اورتونورمي الا ورا عندها اخوتي ابسيس وعندها اوغدوني. اذا انا كي غندير مثل لي كوردوني ديال بوان ام ديالي غنمثلهم يا اما ندير لهم هكا ام بين قوسين اكس ام وعندي هنا الاي ام او لا كنمثلها اخوتي بهذه الطريقه كنمثلها على شكل فيكتور. كنقول مثلا او ام هي اكس ام اي زائد اي ام جي. بالمناسبه اخوتي حنا في الدرس ديالنا انا كنخدموا فقط بالحاله رقم واحد وهي انني فاش كنبغي نمثل واحد النقطه كندير الافصول ديالها في الاول والارتوب ديالها في الثاني. خدينا مثلا اخوتي دابا واحد جوج ديال لي بوان مثلا واحد النقطه مثلا ا واحد النقطه مثلا بي. ناخذ اخوتي مثلا كما قلنا ا مثلا عندها مثلا اكس ا واي ا النقطه مثلا بي عندها مثلا واحد اكس بي وعندها مثلا واحد اي مثلا بي. الا بغيتي دابا على بركه الله اخوتي اول حاجه كيفاش نلقى الفيكتور ا بي. قاعده كتقول بالمناسبه اخوتي لاحظوا معايا ملي نكونوا كندويو على فيكتور او على بوان راه عندها احداثيات. يعني كندير بين قوسين ما نديرش هنا تساوي لانني كندوي اخوتي على الاحداثيات. قاعده كتقول بالنسبه للاحداثيات ديال الفيكتور ديما الثاني ناقص الاول الثاني ناقص الاول. يعني بالنسبه للمتجه ديالي هنا ا بي غنبدا ديما بالثاني اللي هو بي. غندير هنا اكس بي ناقص اكس ا عاوتاني اخوتي ايغريك بي ناقص ايغريك ا. هذه بالنسبه اخوتي الفيكتور ا بي. اما الا بغيت الميليو ديال ا بي مثلا واحد اي هي الميليو ديال ا بي راه كندير الحاله ديال الجمع. كنجمع هذا المره هذه كنجمع اكس ا مع اكس بي كنقسم على جوج عاوتاني ايغريك ا زائد ايغريك بي على جوج. اذا غنديروها بين قوسين عاوتاني غادي ندير اخوتي هنا اكس ا زائد اكس بي على جوج عاوتاني الاراتيف ديالها يكونوا هما ايغريك ا زائد ايغريك بي مقسومه حتى هي على جوج. هادشي اخوتي كاين عندي بالنسبه للحاله ديال فيكتور وبالنسبه للحاله ديال الميليو. راه ليا بالنسبه للمسافه اخوتي هنا غندير تساوي لانني ما كندويش على احداثيات باش ما نديرش تساوي هنا وهنا. القاعده العامه كتقول كندير جدر مربع عاوتاني نفس القضيه الثاني ناقص الاول والثاني عاوتاني ناقص الاول. اذا غتجينا اخوتي كالعاده اكس بي موان اكس ا ولكن راه 2 او كاري زائد عاوتاني ايغريك بي موان ايغريك ا 2 او كاري. خدينا مثلا اخوتي مثلا واحد ليكزومبل مثلا واحد جوج ديال لي بوان مثلا ا و بي. ناخذ مثلا اخوتي هنا النقطه مثلا ا 3 0 وناخذ مثلا بي مثلا 2 1. الا بغيت اخوتي دابا مثلا نجبد مثلا المتجهه ا بي كما قلنا اخوتي بالنسبه ل ا بي سواء المتجهه سواء المسافه. القاعده كتقول ديما كدير الثاني ناقص الاول الثاني ناقص الاول. فهاد الحاله شنو هو الثاني عندي هنا هو بي. اذا غنبداو اخوتي هنا كالعاده باكس بي موان الاول اخوتي عندي هنا هو ا. اذا غندير ناقص اكس ا عاوتاني بالنسبه عاوتاني الثاني في الاوردوني غندير عاوتاني ايغريك بي موان ايغريك ا. العدد بالنسبه اخوتي الاكس بي هنا هي جوج واكس ا هي 3. اذا تبقى لي هنا جوج ناقص 3 بينما عاوتاني ايغريك بي هو واحد ها اكس بي ها ايغريك بي. اذا ايغريك بي هو واحد ناقص 0 تبقى لي جوج ناقص 3 ناقص واحد وواحد ناقص 0 اخوتي هو واحد. وانا لقيت ما يسمى بالفيكتور ا بي. راه الا بغينا اخوتي دابا مثلا المسافه ا بي هنا راه عندك حالتين. اما انت ديجا حاسب مثلا المتجهه ا بي ديك الساعه كدير لي شال الجدر ديال الافصول اس اثنان زائد الارتوب اس اثنان. اما انت ما عمرك حسبتي المتجهه وكدير هذه القاعده العامه اللي عطيتكم هنايا. هنا اخوتي راه ديجا حاسب المتجهه. اذا لا بغيت تلقى المسافه فالقاعده كتقول غندير هذا التعبير الافصول ديال المتجهه اللي شال اس اثنان زائد الارتوب اس اثنان. اذا ندير لها اخوتي تساوي ناقص واحد اس اثنان زائد واحد اس اثنان. ناقص واحد اخوتي اس اثنان راه هي ناقص واحد في ناقص واحد هي زائد واحد. اذا تولي عندي هنا جدر مربع ديال واحد زائد واحد في واحد اخوتي هو واحد. قالت لي المسافه ا بي هي جوج. اما بالنسبه للميليو اخوتي راه دابا دوينا عليه قلنا بالنسبه للميليو هو الوحيد اللي كندير فيه الجمع وكنقسم على جوج.
كل شيء مع راه باش ما بديت سوا بديت باسوا بديت في مثلا في هذه الحاله ندير مثلا اكس ا زائد اكس ب على جوج او ثاني ايغريك ا زائد ايغريك ب اخوتي على جوج بالنسبه اخوتي الاكس ا كتبان لي هنا 3 زائد اكس ب هي جوج غتبقى لي في الاخر شحال 5 على جوج او ثاني ايغريك ا هي 0 وايغريك ب هي 1 ندير 1 زائد 0 زائد 1 هي 1 على جوج وهذه هي الاحداثيات ديال المنتصف اذا اخوتي واحد المثال هنا جمعنا فيه كل شيء بالنسبه للقضيه ديال المتجهه المسافه والمنتصف وهنا ضروري نعقل بانهم كاين عاوتاني واحد العلاقات كيجمعوا لي جوج ديال لي فيكتور باش تكون عندي مثلا اخوتي واحد المتجهه عاوتاني اي مع واحد المتجهه اخرى مثلا في ندير اخوتي ديك الثالثه ناخذ مثلا الرابعه الا عندي مثلا متجهه اي عندها مثلا الافصول اكس والارتوب ديالها مثلا ايغريك وعندي متجهه في مثلا الافصول ديالها مثلا اكس فتحه والارتوب ديالها اخوتي ايغريك فالقاعده كتقول انه كاين هناك واحد العلاقه ممكن جبدها ما بين اي والفي مثلا لو قلت لك اخوتي سير جبد لي مثلا اي بلس في المتجهه اي بلس المتجهه في راه اوتوماتيك مشنا هي اخوتي ونجمع الافصول الاولى مع الافصول الثانيه والارتوب الاولى مع الارتوب الثانيه هنا مثلا في هذه الحاله اخوتي عندي اكس اذا ندير اخوتي هنا اكس زائد اكس فتحه هنا بيسو اخوتي بغيت الاحداثيات اذا ما غنديرش التساوي راه غنفتح قوس وغنسدو عاوتاني الارتوب ديال الاولى زائد الارتوب ديال الثانيه هنا اخوتي عاوتاني هنا ايغريك زائد ايغريك فتحه الا بغيت هذه المره عاوتاني اخوتي ندير ناقص راه نفس القاعده يعني ندير مثلا اي ناقص مثلا في راه غندير كالعاده عاوتاني هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا اذا اكس ناقص اكس فتحه وايغريك عاوتاني ناقص ايغريك فتحه الا جيت عاوتاني وضربت عاوتاني في شي عدد مثلا ضربت اخوتي مثلا في واحد العدد مثلا كا شديت وحده فيهم مثلا ضربتها مثلا في جوج ولا في ثلاثه ولا في اربعه ولا في خمسه القاعده كتقول انه ذاك الكا غنضربو في الافصول ديال ديك الاي ونضربو في الارتوب ديالها اذا تبقى عندي الاحداثيات ديال ديك كا اي غندير لها هي كا اكس والكا ايغريك هادشي كان عندي اخوتي هنا بالنسبه للقواعد ديال الجمع والناقص ولا ضربتها عاوتاني في واحد العدد دابا اخوتي كما تفقرا الدرس غيكون فيه معلومات جداد اول عام غنشوفهم هو هذا العام هذا من بيناتهم اخوتي الاستقاميه ديال جوج فيكتور كيفاش نعرف ان جوج فيكتور راهم كولينيير لا كولينياريتي دو فيكتور الاستقاميه ديال جوج متجهات هادي اخوتي راه الفقره الثانيه في الدرس ديالنا اذا الفقره الاولى كانت الغوبير هضرنا فيها على الانواع ديال الغوبير بربعه هضرنا على كيفاش نجبدوا المتجهه ابي كيفاش نجبدوا الميليو كيفاش نجبدوا المسافه هضرنا على عندي جوج فيكتور كيفاش ندير لهم الجمع كيفاش ندير لهم الناقص كيفاش واحد الفيكتور نضربها في واحد العدد دابا اخوتي مع الفقره الثانيه كما كنا اتفقنا قبيله اخوتي راه غندويو فيها على الكونديسيون ديال كولينياريتي ديال دو فيكتور القاعده كتقول اخوتي اننا كنجبدوا الكولينياريتي ديال دو فيكتور فقط بما يسمى بالديتيرمينو غنعطيك اخوتي بكل بساطه ناخذ مثلا واحد جوج ديال لي فيكتور ناخذ مثلا اخوتي الفيكتور مثلا اي عندها مثلا الافصول اكس والارتوب مثلا ايغريك والفيكتور مثلا في غنعطيها مثلا اكس فتحه ومثلا ايغريك خوتي هادي نبغي ناكد عليها بزاف راه سوا كنرمزوا لي فيكتور هكا سوا الرمز ليهم هكا راه نفس المعنى دابا اخوتي الا بغينا نعرفوا واش اي كولينيير مع في يعني واش هما متوازيين يعني ما عمرهم غيتقاطعوا راه غنجي نحسب فقط ما يسمى بالديتيرمينو ديال اي في القاعده كتقول اخوتي كنشد الاحداثيات ديال الفيكتور الاولانيه اللي هي في هذه الحاله اي كنحطهم بشكل عمودي مثلا عندي اكس ايغريك اذا غنحط هنا اكس وهنا ايغريك غنحط الافصول الاولى والارتوب الاولى عاوتاني غنمشي للفيكتور الثانيه غنحطها هي بشكل راسي غندير لها عاوتاني اكس فتحه وغندير هنا ايغريك وغندير اخوتي هذا الجداء ديال هذه في الجداء ديال هذه ناقص الجداء ديال هذه في الجداء ديال هذه يعني غنضرب اكس في ايغريك فتحه ناقص ايغريك في اكس فتحه اذا الديتيرمينو كي غنديروا لها اخوتي غنديروا تو سامبلومون اكس مضروبه في ايغريك فتحه ناقص ايغريك اكس فتحه و الى انا حسبت الديتيرمينو ولقيتو كيساوي 0 تنقول ديك الساعه انه اي كولينيير ديك فيكتور في لكن كما قلنا اخوتي الا انا حسبت الديتيرمينو ديال اي مع في ولقيته كيساوي 0 ديك الساعه تنقول انه اي وفي سون كولينيير ولا لقيت اخوتي كيخالف زيرو غنقول انهم سيكونت او انهم غادي يتقاطعوا واحد المره في الحاله الاولى اللي حسبت لهم ديتيرمينو كما قلنا اخوتي لقيت كيساوي زيرو نقول انه الاو مع عمرها ما غتلاقى مع في يعني راهم غادي متعامد بينما انا حسبت اخوتي ديتيرمينو ديالهم جوج لقيت كيساوي زيرو فديك الساعه راه تنقول انهم بانهم غادي يتقاطعوا نقول انه اي مع في راهم سيكونت هادشي كادنا اخوتي بالنسبه للقضيه ديال كونديسيون ديال كولينياريتي ديال دو فيكتور بس اخوتي ناخذ لها واحد لابليكاسيون ديالها خفيفه نديرو لها واحد لابليكاسيون خليتي اخوتي هنا جوج ديال لي فيكتور خديت الفيكتور اي هي 1 3 والفيكتور في هي 3 9 اول حاجه اخوتي الا سولتك اسكو اي او في سون كولينيير غنجيو اخوتي نحسبوا لهم ديتيرمينو الا لقيت ديتيرمينو كيساوي 0 غنقول انهم كولينيير لقيت كيخالف 0 غنقول لهم راهم نو كولينيير امدا اخوتي على بركه الله كما اتفقنا مع الديتيرمينو ديال اي مع في ولا القاعده راه بسيطه الا بغيت تحسب انت الديتيرمينو ديال اي مع في كما اتفقنا اخوتي كنشد داك الاحداثيات ديالهم الاحداثيات ديال الفيكتور الاولانيه كنكتبهم بشكل عمودي اذا عندي 1 3 نعسه غنحط على هذا الشكل هذا واقفه ها 1 3 عاوتاني نعسه غنحط انا واقفه 3 9 غندير لهم اخوتي ديك القضيه ديال غاما غنضرب هذا في هذا ناقص هذا في هذا اذا عندي تما 1 في 9 ناقص 3 3 1 في 9 اخوتي 9 ناقص 9 هي 0 اذا مادام حسبت اخوتي الديتيرمينو لقيتو كيساوي 0 غنقول لي الوغ الفيكتور اي راه كولينيير مع الفيكتور في هادشي كي عندنا اخوتي بالنسبه لهذه الحاله هذه ديال دو فيكتور كولينيير دابا اخوتي دابا مع الفقره رقم 3 حتى هي اخوتي راه بسيطه بزاف اللي خاصها اخوتي بالديتيرميناسيون ديال واحد لادروات كيفاش نجبد لي انا ليكواسيون كارتيزيان ديالو من اسهل الفقرات ولكن راه في نفس الوقت من اهم الفقرات لان كما اتفقنا اخوتي العنوان ديال الدرس هو لا دروات دون لوبل اذا من اهم الفقرات اللي عندي فيه وهو ليكواسيون كارتيزيان راه كناكد عليها بزاف هاد الفقره اللي غنديرو دابا الفقره ديال ليكواسيون كارتيزيان راه اهم فقره عندك في الدرس هي لو بريزونطاسيون باراميتريك اذا اخوتي كما اتفقنا غنهضروا في الاول الفقره كيفاش كنديروا ديتيرميناسيون ديال واحد لا دروات
ولكن ما كنا اختي اتفقنا شي ديتيرميناسيون ديال واحد الهضروات بكل بساطه هو انني جبت لي ليكواسيون كارتيزيان ديالو. ليكواسيون كارتيزيان اختي ديال الهضروات راه من اسهل ما يكون. باش نلقى اختي ليكواسيون كارتيزيان ديال واحد الهضروات انني خصني اختي نعقل مزيان انه اي هضروات كما كنبغي يكون ناخذ مثلا اختي واحد الهضروات هنا الداي راه بغيت ليكواسيون ديالو راه دائما تكتب على شكل ا اكس زائد بي واي زائد سي كتساوي زيرو. وحنا خدمتنا هو نلقاو ثلاثه الحوايج، هو نلقاو شنو هي ا وشنو هي الفيكتور في اردو اختي شنو هي بي وشنو هي في الاخر سي. اذا حنا كنعرفوا انه ليكواسيون كارتيزيان ديال اي ضروات راه كتكتب ليا على شكل ا اكس زائد بي واي زائد سي، وانا خدمتي هو نعرف فقط شنو هي ا وبي وسي. هنا خصك تعقل مزيان انه مثلا غناخذ مثلا واحد الضروات مثلا بحال هذا مثلا هذا نسميو مثلا الضروات دي. هذه الضروات دي مثلا عندك واحد النقطه ا مثلا عند الافصول اكس ا والارتوب مثلا واي ا مثلا كتنتمي ليا الضروات ديال الدي. بغيتك تعقل مزيان انه مين نقولوا واحد الفيكتور انها ديريكتور الضروات يعني انها راه غاده مع الضروات. مثلا دابا عطيتك مثلا واحد الفيكتور مثلا هكايو سميتها لك في اولا سميتها لك اي ولا اي حاجه، هذا الفيكتور هذه راه غاده مع الضروات، نقولوا لها انها فيكتور ديريكتور الضروات. وهذا الفيكتور اختي ديريكتور ديال الضروات ديالنا عقل مزيان الاحداثيات ديالها، الاحداثيات ديالها هي ناقص بي ا. يعني انا مين كنجيب الا و بي كنجيبهم فقط من واحد الفيكتور ديريكتور الضروات ديالنا. يعني ما نعطيك مثلا شي فيكتور نقول لك انا ديريكتور الضروات غتقولي لي شرا الافصول ديالها هو ناقص بي والارتوب ديالها هو ا. واخا هنا لقينا ا و بي كنجبدهم فقط من الفيكتور ديريكتور، وبالنسبه للسي كنجبدها من واحد النقطه كتنتمي. قالوا خوتنا الاولين بالمثال كيبان البرهان، مثال واحد اخوتي نفهمه، مثال واحد ناخذ مثلا اخوتي هذا المثال، هذا مثال بسيط بزاف. ناخذ مثلا اخوتي واحد لابليكاسيون هنا اللي تاخذ هنا واحد الهضروات، قلنا سوا الهضروات دلتا كي باس باغ لو بوين ا01 بيدو فيكتور ديريكتور واحد فيكتور ان اخوتي هي 3 1. دابا كندير اخوتي جبد انا ليكواسيون كارتيزيان مثلا ديال الهضروات ديالنا دلتا. اول حاجه تنقول لي اون سيكو نعلم انه عارفين انه المعادله ديال اي مستقيم كيما كنبغي يكون دلتا دي ا بي سي كيما كنبغي يكون هذا المستقيم هذا ديما كنكتب اخوتي على شكل ا اكس زائد بي واي زائد سي راه كتساوي زيرو. وانا خدمتي هو نلقى اخوتي فقط شنو هي ال ا شنو هي بي وشنو هي سي. ما اتفقنا اخوتي بالنسبه ل ا و بي راه حالهم ساهل، ان فوا يعطيني واحد الفيكتور غاده على الضروات فرا الافصول ديالها هو ناقص بي، يعني هذا العدد 3 اللي هنا هذا راه هو ناقص بي والار هو 1. اذا غنجي نقول ليه بويسكو بما انه الفيكتور ان اللي عندها 3 1 راه ديريكتور بالنسبه للضروات ديالنا راه ديريكتومون الا ديالنا والبي ديالنا. اذا كما اتفقنا راه هذا هو ناقص بي وهذا هو الا، اذا الا شحال هنا الا هو 1. واذا كانت ناقص بي هي 3 اذا بي شحال ناقص 3. بلاتي الا مزيانه سهله ادريس الا قلتي لي شان واحد، ولكن هاد بي واخا تعاودها مره اخرى سهله. هنا اخوتي هذا هو الا وهذا هو ناقص بي. اذا كان ناقص بي هو 3 شحال بي غيكون؟ ناقص 3. اذا كان ناقص بي هو 6 شنو غيكون بي؟ هو ناقص 6. واخا واذا كان ناقص بي هو ناقص 7 شنو هو بي؟ هو 7. اذا بحال كنبدل الاشاره لهذا باش نعرف شنو هي اخوتي بي. وانا لقيت الا بي اذا نجي نعوض النيشان نقول هنا دلتا ديريكتومون راه نعوض اخوتي كالعاده كما اتفقنا ا هي 1 اذا هي 1 اكس ناقص 3 واي زائد سي كتساوي زيرو. كيبقى ناقصني اخوتي حاجه وحده هو السي. قلنا اخوتي بالنسبه للسي خصني واحد النقطه كتنتمي، في هذه الحاله النقطه اللي كتنتمي ليا هي النقطه ديالي ا 01 وكنعوض الافصول ديالها في بلاصه اكس والارتوب ديالها بلاصه واي. وانا اخوتي لقيت السي. اذا نقول لها عاوتاني وانا النقطه ا هي 01 تنتمي الى دلتا. اذا نعوض اخوتي الافصول ديالها في بلاصه اكس، ها هو الافصول ديالها هنا في بلاصه اكس والارتوب ديالها بلاصه واي غتولي لي انا شحال اخوتي 1 في 0 ناقص 3 في 1 بلس سي كتساوي 0. اذا الا درت ال 1 في 0 اخوتي هي 0، هنا ناقص 3 في 1 هي ناقص 3. اذا بقات لي في هذه الجهه فقط ناقص 3، هي بقات لي اخوتي هنا ناقص 3 زائد سي كتساوي 0. اذا الا بغيت السي تو سامبلومون اخوتي هو النح ناقص 3 ملي هي 3. اذا هنا لقيت اخوتي السي. اذا لقيت الا وبي لقيت السي نقول هنا دلتا ديريكتومون هو 1 اكس ناقص 3 واي بلس 3 كتساوي 0. انا اخوتي بهذا نكون لقيت المعادله ديالي ديال الدلتا. بكل اختصار معادله سهله، انفو كتعطيني الفيكتور ديريكتور النقطه كتنتمي، كنقول ديك الفيكتور ديريكتور هي ناقص بي ا يعني كنتمكن نلقى الا وبي. اما اخوتي بالنسبه للحاله ديال السي فكما قلنا اخوتي كنشد فقط شي نقطه كتنتمي وكنعوض لي كوردين ديالي تما. دابا اخوتي غنكملوا الدرس ديالنا مع اخر جوج فقرات عندنا في الدرس ديالنا، اللي هي الاولانيه ريبريزونطاسيون باراميتريك والفقره الثانيه وهي البوزيسيون غولاتيف ديال جوج ديال لي دغوات. ولكن قبل هذا اخوتي وكالعاده نخليكم تنقلوا بهذا الشيء هذا اللي عندكم في السبوره، ولكن لاحظ كما كيبان لك في السبوره دي طينا الدرس مزيان كل حاجه بالمثال ديالها فقط باش نضبط الامور ديالي مزيان. كما اتفقنا اخوتي كل فقره في هادو باقي تابعني لا بارتي الثانيه في الدرس اللي غتكون خاصه فقط بتصحيح امتحانات وتمارين وفروض. اذا اخوتي نبداو على مولانا مع التكمله ديال الدرس ديالنا على ريبريزونطاسيون باراميتريك، ولكن قبل هذا اخوتي كما اتفقنا نخليكم بعدا تنقلوا هذا الشيء هذا اللي عندكم في السبوره على مولانا. على
خصنا نبداو على مولانا دابا مع تتمه ديال لا فيديو ديالنا. كما كنا درنا اخوتي ثلاثه الفقرات الاولانيين، الفقره الاولانيه اللي هي الغوبير دون لو بلون، الفقره الثانيه كونديسيون تكون لينياريتي، اما الفقره الثالثه اخوتي فكانت ديتيرميناسيون دي دروات. وهاد ديتيرميناسيون دي دروات كنا دوينا فيها على انه باش نجبدوا ليكواسيون كارتيزيان ديال واحد لا دروات خصني فقط واحد فيكتور ديريكتور وواحد النقطه كتنتمي. الفيكتور ديريكتور كتمكنني نلقى الاو بي، اما النقطه اللي كتنتمي اخوتي باش نلقى بها النقطه س. خدينا لي اخوتي واحد المثال ديالها، ولكن راه ما هضرناش اخوتي على واحد الغومارك مهمه بزاف. تخيل اخوتي مثلا عندنا مثلا جوج ديال لي بوين، مثلا سوا مثلا واحد البوين الاولانيه مثلا ا و بي، ناخذ اخوتي مثلا ا 3 1 وناخذ مثلا اخوتي النقطه بي ديالنا زيرو مثلا جوج اخوتي، هما مثلا جوج ديال النقاط. السؤال اخوتي اذا كانت عندك مثلا نقطه ا ونقطه بي وطلبت منك تجبد لي ليكواسيون كارتيزيان ديال المستقيم ا بي، يعني الا جيت مثلا قلت لك في السؤال ديتيرميني ليكواسيون كارتيزيان، اول حاجه غنسولك هذا مثلا مستقيم، ها هو اخوتي واحد المستقيم، ها النقطه ا وها النقطه بي، ناخذ ا مثلا اخوتي 3 1 وناخذ مثلا بي مثلا هي زيرو مثلا جوج. السؤال طلبت مني دابا نجبد ليكواسيون كارتيزيان ديال ا بي، كما اتفقنا اخوتي هناك طريقه واحده باش تجبد ليكواسيون كارتيزيان، خاصك واحد الفيكتور ديريكتور وخاصك واحد النقطه كتنتمي. دابا نسولك شنو هي المتجهه اللي غاده مع المستقيم ا بي، بلاتي مره اخرى اخوتي، شنو هي المتجهه اللي غاده ليا مع المستقيم ا بي؟ راه هي مثل المتجهه ا بي او المتجهه مثلا بي ا. اذا اخوتي اول جمله غنقول ليها غنقول لي اون المتجهه ا بي للاحداثيات ديالك العاده اخوتي كما درنا قبيله، ديما كنديروا اخوتي الثاني ناقص الاول، الثاني ناقص الاول، الثاني هو بي، يعني اخوتي اكس بي ناقص اكس ا يعني 0 ناقص 3، عاوتاني ايغريك بي اخوتي ناقص ايغريك ا يعني 2 ناقص 1. غتبقى لي اخوتي هنا ا بي راه هي اخوتي ناقص 3 وعندي هنا اخوتي 1. مال هذه المتجهه ا بي اي تون فيكتور ديريكتور دو لا دروات ا بي. هنا اخوتي كنعرفوا انه المستقيم ا بي اي مستقيم يكتب على شكل ماذا اخوتي؟ ا اكس زائد بي ايغريك زائد سي كتساوي 0. اخوتي الا بغينا دابا الاو بي كما كنتفقوا ديما، مادام هذه اخوتي فيكتور ديريكتور هي مازال عندنا هنا، فراه ديما هذا هو ناقص بي وهذا هو ا، اذا عندي اخوتي ناقص بي في هذه الحاله وناقص 3، هذا هو ناقص بي وهذا هو ا، اذا مادام هذيك فيكتور ديريكتور بالنسبه لأ بي المتجهه ا بي راه فيكتور ديريكتور لأ بي فراه ناقص بي وها هو الأ، اذا الأ شحال اخوتي عندي تما؟ الأ هو 1، ولا كانت اخوتي ناقص بي هي ناقص 3، اذا بي اخوتي راه بكل بساطه راه هي 3. اذا اخوتي نقدر نكتب دابا المعادله ديال ا بي ديال على الطريقه هذه وهي 1 اكس بلس 3 ايغريك بلس سي ايكال 0. كما اتفقنا اخوتي هذه الطريقه باش كنجبد المعادله ديال المستقيم كنلقى بها ا و بي الى عندي واحد فيكتور ديريكتور، اما بالنسبه للسي ديما اخوتي شي نقطه كتنتمي، فهاد الحاله شي نقطه اللي كتنتمي للمستقيم ا بي راه هي نيت النقطه ا وهي نيت النقطه بي. انا اخوتي غنختار النقطه بي حيت عندها الزيرو هنا غتخرج دغيا، نقول عاوتاني بي اللي هي 0 2 راه تنتمي الى ا بي. نعوض اخوتي هذا بلاص اكس وهذا بلاص ايكغيك تولي تما كاينه 1 في 0 زائد 3 في 2 زائد سي كتساوي 0. هنا اخوتي نحسب هذا مشى ليا 0 وهذه 6 وندي 6 ملي سي هي ناقص 6. اذا المعادله اخوتي ديال ا بي كالعاده نفس الطريقه، اذا 1 اكس بلس 3 ايغريك بلس موان 6 اخوتي كتساوي 0. هذه الطريقه اختي راه ما كتشونجاش بيان سور، باقي تابعين لنا تمارين بزاف في البارتي الثانيه اللي غتكون اخوتي كما اتفقنا في خاصه فقط بتصحيح تمارين وفروض خاصه بالدرس ديالنا ديال لا دروات دو لوبلو. اذا اخوتي دابا غنمروا للفقره رقم 4 اللي هي الفقره ديال غوبريزونطاسيون باراميتريك. عرفتي فقره سهله باش كنديروا حنا التمثيل باراميتري لواحد المستقيم. القاعده اخوتي راه بسيطه ديال هذه الفقره الرابعه، كما قلنا اخوتي الفقره الرابعه هي غوبريزونطاسيون باراميتريك. اذا اخوتي خدينا مثلا واحد المستقيم اخوتي مثلا واحد المستقيم مثلا دي، عندنا مثلا واحد المتجه مثلا اخوتي هنا اي مثلا عندها مثلا واحد الا وعندها مثلا هنا واحد البي، ناخذ مثلا اخوتي هنا واحد النقطه ا نعطيوها مثلا اخوتي هنا اكس ا ونعطيوها هنا مثلا ايغريك ا. الا بغيت دابا ما يسمى بالغوبريزونطاسيون باراميتريك ديال دي راه كنمثلو اخوتي بهذه الطريقه، كندير دي بين معقوفتين، هنا كنفتح واحد القيومه، هنا كندير هنا اكس وهنا كندير الايغريك، نقول لي تساوي تساوي. فهنا اخوتي في الاولانيه كنحط الاحداثيات ديال النقطه، شي نقطه كتنتمي للمستقيم كنحط الاحداثيات ديالها هنا وهنا. فهاد الحاله اخوتي عندي مثلا نقطه مثلا ا كتنتمي للمستقيم، اذا غنحط هنا اخوتي مثلا اكس ا، هنا اخوتي غنحط مثلا ايغريك ا، ندير زائد زائد، وهنا اخوتي كنحط الاحداثيات ديال المتجهه عاوتاني ا بي، غندير ا وغندير بي، غير هما المتجهه ديما كندير حداهم تي، وندير تيس وندير كار، كل اخوتي باش كيرمز لهادي، انا مثلا اختار مثلا الرمز كا، نقول كا، حيث كا تنتمي الى ا. خدينا اخوتي نفس المثال مثلا ديال قبيله اخوتي، هو قبيله نت عندنا واحد المستقيم ديتا، وعندي اخوتي اللي كيمر من النقطه ا، اذا ها هي النقطه اللي كينتمي لها هي النقطه ا 0 1، وعندي المتجهه ديالو اللي غاده معاه هي المتجهه ان 3 1. الا بغيت اخوتي غوبريزونطاسيون باراميتريك ديال داك ديتا، نقول ليه بكل بساطه اكس هنا ايغريك كتساوي كتساوي زائد كا زائد كا. اذا اختي كلمه اتفقنا غنشدوا الاحداثيات النقطه نحطهم هنا وهنا، في الحاله اختي النقطه هي ا 0 1، اذا غنحط هنا 0 وهنا 1. بالنسبه للمتجهه الموجهه هي 3 1، اذا غنحط اختي هنا 3 وهنا 1 ونقول لك كا تنتمي الى ان. هادشي كاين اختي بالنسبه للغوبريزونطاسيون باراميتريك. اما الفقره اختي الخامسه فهي ديال بوزيسيون غولاتيف اللي عندها علاقه مع الغوبريزونطاسيون باراميتريك. بوزيسيون غولاتيف اختي ديال جوج ديال المستقيمات اختي مرتبطه فقط باش انني نقول واش جوج مستقيمات واش هما باراليل ولا هما سيكونت، يعني واش هما
متوازيان ولا هما متقاطعان. هذا كما اتفقنا اخوتي علاقه مع الغوبريزونطاسيون باراميتريك مع ليكواسيون كارتيزيان. ناخذ مثلا اخوتي الى عندي مثلا واحد المستقيم دي غناخذ الاحداثيات ديالو مثلا ليكواسيون كارتيزيان ديالو ناخذ مثلا هي اكس زائد مثلا بي ايغريك زائد مثلا سي كتساوي مثلا زيرو. وناخذ مثلا واحد المستقيم اخوتي مثلا دلتا غناخذ مثلا ا اكس زائد بي فتحه ايغريك زائد سي فتحه كتساوي زيرو. اذا عندي اخوتي هنا واحد ليكواسيون كارتيزيان ديال دي واحد ليكواسيون كارتيزيان ديال دلتا. باش نعرف اخوتي هاد المستقيمين واش هما متوازيين ولا هما متقاطعان، القاعده بسيطه تقول كناخذ من المعيار ديال اش ديال ا ا فتحه كناخذ عاوتاني بي بي فتحه كندير القاعده نيت ديال ديتيرمينو قبيله ديال غاما كندير هذا في هذا ناقص هذا في هذا. اذا غندير اخوتي هنا ا بي فتحه ناقص ا فتحه في بي. عندي فيها اخوتي حالتان الى ساوات زيرو او الى خالفات زيرو. اذا ساوات لي زيرو كنقول اخوتي انه دي يوازي دلتا، بينما الا خالفات لي اخوتي زيرو فغنقول اوتوماتيكمون انه دي ودلتا 150 يعني راهم متقاطعان. اذا الحاله هذه اخوتي الحاله فاش يكونوا متقاطعين وهذه الحاله الاولى غيكونوا متوازيين، غيكون عندي دي هنا ويكون عندي دلتا هنا. اذا اخوتي الدرس كلمه شتو راه درس بسيط بزاف الكور ديالو بسيط بزاف. من اسهل الدروس اللي عندكم في هذا العام هذا هو الدرس ديال ادروات دونو بلون. كما لاحظتي فيديو واحد طينا الدرس كامل من ا حتى زد بالفقرات خمسه ديالو. ولكن اخوتي راه كلمه وصيتكم عاوتاني وصيتكم كاينه الفقره الثانيه ديال الدرس ديالنا اللي غنخصوها فقط الفروض والتمارين باش نفهم انا الدرس ديالي مزيان. ديما كنوصيك باش نعرف راسي انا راه ضبط الدرس ديالي مزيان هو الفقره الثانيه، ولكن راه كنوصيك وكنعاود نوصي راه الكور 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 راه الدرس. انا باش نعرف راسي ضبط الامور ديالي راه هو الدرس. ان التمارين تيبقاو فقط تطبيقات لداكشي اللي شفنا في الدرس. الفقرات بخمسه بقى فقط اخوتي انا ندير لهم تطبيقات في الدرس ديالنا. محتاج اخوتي نوصيكم ونعاود نوصيكم ونقول لكم بانه راه ما كاينش فرق بيناتنا، راه كلنا عندنا نفس الفهم، راه الفرق في الكلمات المعاوده وكنقولوها وكنعاودو نقولوها. ان تنقولوا عليه تلميذ مجتهد، ما تنقولوش عليه تلميذ كي تنقولوا عليه مجتهد. اجتهد كيضرب تمارات تيعاود تيعاود تيعاود. الا ما فهمتش شي فقره في الفقرات بخمسه ما فيها باس، مشي لديك البارتي في الفيديو ونعاودها وكنقولها وكنعاود انه هادشي باش زوين لي فيديو. راه نقدر نعاود الفيديو حتى 10 المرات في القسم، ما كنقدرش مثلا نعاود الشرح مره وجوج ثلاثه، ولكن مثلا هنا في الفيديو نقدر نعاود الفيديو مره جوج ثلاثه. ماشي مثلا داك الجزء او ديك البارتي اللي انا ما فهمتهاش في هاد البارتيات بخمسه نبقى نعاودها بزاف د المرات تنضبطها مزيان. حتى نوصيك باللي انت راك تلميذ علمي، يعني العام الجاي والعام اللي من وراه غيكون عندك الرياضيات عندها معامل كبير هي السبب في النجاح ديالك وفي كل شيء. يعني خصك تكون تفوق في الرياضيات، الرياضيات كماده علميه وانت تلميذ علمي. نعاود الفيديو نقلب على تمارين، نخدم التمرين الاول التمرين الثاني التمرين الثالث بازي راسي. ومن دابا واخا انا يلاه في السانكيام من دابا ندير عيني على واحد الهدف، من دابا ندير عيني على واحد المدرسه ولا واحد الخدمه نبقى من دابا وانا كنبلاني ليها ان شاء الله. كما كنقول لكم كنعاود نقول لكم كاين اللي كيبغي يشوف غير فرحه والديه في اخر السنه بي راهم عوان عليكم ان شاء الله انك تفرحهم وتجيب لهم ديك النقطه اللي هما باغيين. تفرح راسك تنتني ملي كتكون على الدرس ديال ادروا دون بلون، يعني كتكون قريب تسالي الدوره الاولى. الدوره الاولى كتعتبرها كانها سالات، هذا هو الوقت ديال الجهد وهذا هو الوقت ديال لاطاك، وانت في هذا اللاج هذا هو اللاج ديال الخدمه وديال السير وديال المعاود. هادشي قاعد ناخذ بالنسبه للفيديو. الله يسهل عليكم يا ربي اخوتي، تفرحوا راسكم وتفرحوا والديكم ان شاء الله بديك النقطه اللي نتوما كتحلموا بها. كما بالاعتقادات ديالكم بالافكار ديالكم التساؤلات ديالكم كان الانستغرام ديالي كالعاده اخوتي غتلقاو تحت في لا ديسكريبسيون. الى عندك اي سؤال تواصل معايا تما كاينه، راه نبارطاجي معكم تمارين اسئله اي حاجه كاين تما كنحط لكم في الانستغرام. معكم دريس دوت كوم، ما تنساش خليك ايجابي خليك مقاتل على الحلم ديالك. بون كوراج اتوس. ما تنساش الشعار ديالنا كي ديما اخوتي، كل شيء ياتي بالامل الا النجاح ياتي بالعمل. تهلاو في راسكم اخوتي.